السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو إن شاء الله هنبدأ المشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا هو structural serp، فما فيهوش أي حاجة معمارية، فبالتالي أنا هشتغل على structural template. المشروع هو عبارة عن مبنى سكني، نفس زي ما قلنا إن هو نفس المشروع اللي اشتغلنا عليه في الفيديو أو بلاي ليست بتاعت الريفت المعماري. الفايل عندنا هنا على الكاد، في اللوحة الأولى اللي هي بتاعة المحاور والأعمدة، بعد كده في لوحة البدروم، بعد كده السقف الدور الأرضي وسقف المتكرر وتسليح سقف الأول العلوي لأنه هو مختلف عن المتكرر، وفي تسليح حاجة اسمها السوفت ستوري، وفي تسليح بتاع الأسطح، وعندنا هنا تفصيلة الكاميرات ومعانا تفصيلة الأعمدة. كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها موجودة في الفايل، إن شاء الله هنزلها لكم في الفيديو ديسكريبشن. طيب هنفتح الريفت ونبدأ نتعامل. احنا كده فتحنا ال structural template، هنبدأ نقرأ شوية التفاصيل الموجودة عندنا هنا. أول ما تفتح الريفت هتلاقي عندك حاجة اسمها workspace، دي الجزء اللي انت بترسم جواه، والفوق ده اسمه ribbon. الريبون ده هو اللي انت بترسم من خلاله، عايز تشتغل على حاجة structure، عايز architecture، زي ما قلنا ان احنا عندنا tabs كتير هنا، ممكن تشتغل اي جزء فيها، هتختارها من هنا وتبدأ ترسم في الورك سبيس بتاعتك. عاوزين نعرف هو ايه الريبون ده، بيتكون ايه التابس الموجودة فيه. اولا في الاركتكتشر تاب اللي هو المعماري، اي حاجة معمارية هترسمها هتكون موجودة في التاب ده. بعد كده structural، اي حاجة انشائية هتلاقيها في موجودة في التاب ده. والستيل هو اضافت حديثا في اخر update او اخر versions اللي هي 2018 2019 و2021، هتلاقي موجود عندك تاب اسمه الستيل. الستيل ده فيه الكونكشنز، المسامير، البليتس، اللحامات، واي حاجه متعلقه بالستيل موجوده في التاب ده. بعد كده السيستمز، السيستمز دي اللي هي متعلقه بالميكانيكال والبلومنج، اللي هو الميكانيكال الجزء اللي هو الاتش باك، وفي البلومنج اللي هو السباكة والحاجات دي. أي حاجة عاوز ترسمها ميكانيكال أو بلومنج هتدخل على السيستمز. insert، بعد كده insert دي اللي انت عندك أي حاجة ممكن تضيفها الفايل بتاع المشروع بتاعك، زي ان انت تعمل لينك فايل ريفت. وفي أي فرق ما بين تعمل import وانك تعمل لينك؟ انك تعمل لينك الفايل تاني سواء كان ريفت أو كاد أو أي فايل تاني، ان انت اول ما هتعدل في الفايل التاني ده اللي انت عملت له امبورت او عملت له لينك هنا، هيتعدل مباشره في المشروع بتاعك. يعني مثلا لو انا كنت شغال على فايل اوتوكاد، وفايل اوتوكاد ده حصل فيه تعديلات، وانا الفايل ده كنت عامل له لينك هنا على ريفت، اول ما بتعمل تعديلات على الفايل الكاد ده بتتعدل مباشره في فايل الريفت بتاعك. ومن هنا طبعا ممكن تعمل امبورت، اما الامبورت اللي هو جزء الامبورت ده انت تعمل امبورت للفايل ويفضل ثابت، مش هيتعدل مهما عدلت في الفايل الاوتوكاد اللي انت شغال عليه. الجزء اللي بعد كده اللي هو الانوتيت، الانوتيت ده اللي هو الجزء المتعلق بالانوتيشنز اللي هي الدايمنشنز والتكستنج والديتيلز والتاجنج، كل ده ان شاء الله هنحاول نتكلم عليه في الكورس ده. بعد كده في حاجه اسمها الاناليسز او الانالايز، دي زي ما بتكون بتحضر للفايل اللي انت هتعمله اناليسيس. هو ريفت طبعا ما بيعملش اناليسيس ستراكشر اناليسيس، ولكن انت ممكن تحضر الفايل بتاعك انه تعمل له ستراكشر اناليسيس على برنامج الروبوت ستراكشرز، ان انت بتضيف باوندري كونديشنز مثلا للاعمده عندك، تخلي سبورتس بتاعتك فيكسد او هنجد، بتضيف لودز، بتعمل كومباينيشنز، بتعمل لود كيسز، تعمل اغلب اللي هو الحاجات اللي انت بتجهز بيها الفايل اللي انت هتدخل بيه على الروبوت مباشره. بعد كده في الماسنج والسايتس، الماسنج دي الماسز، حاجه اسمها كونسبشوال ماسز. الماسز دي ان انت بتعمل حاجات بيسموها في المعماري، الجزء المعماري اللي هو الشيلز والاورجانكس، الحاجات اللي هي اشكال بتكون زي سبيس تراسز مثلا بتترسم من هنا. وفي حاجة اسمها توبولوجيز اللي هو توبو سيرفيسز، ان انت ترسم الارض اللي انت هتعمل عليها المشروع، وده بيفيدك في جزء الحصر اللي هو الحفر والرد. وفي حاجات سايت كومبوننتس اللي هي الحاجات المعمارية والباركينجز والحاجات دي بتستخدمها اكتر في جزء معماري. بعد كده في حاجة اسمها الكولابوريت، الكولابوريت دي
ان انت بتساعدك في انك تعمل كوبريشن ما بين الفايلز وما بين التخصصات، الكوردينيشن ما بين التخصصات المختلفة. وبعد كده في تاب بتاع الفيو، الفيو ده ان انت بتقدر تشوف المشروع بتاعك باكتر من زاوية، ان انت ممكن تعمل 3D، تشوف 3D فيو، تعمل سيكشنز، تعمل كول اوتس اللي هي الديتيلز بتاعتك، تعمل اليفيشنز، اي حاجه متعلقه بالفيوز ممكن تتحكم فيها من التاب ده. بعد كده في المانج، المانج ده اللي هو ان انت بتحط التفاصيل بتاعه المشروع بتاعك من ناحيه المكان بتاعه، اللوكيشن، اسم المصمم، اسم الاونر، اللي هو الطقس، اي حاجه ليها علاقه بالمشروع بتاعك موجود بالتفاصيل، اللي هو الداتا الخارجية زي الوحدات مثلا اشتغل بيها، الماتيريالز، اي حاجة متعلقة بالمشروع ممكن تحطها في التاب بتاعت المانج. بعد كده في حاجة اسمها الادنز، الادنز دي اللي هي زي بلوجنز كده، اللي هو بتضيفها للبرنامج بتاعك، بتعمل شغل اضافي غير اللي ريفت بيعمل. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تحول فايل الريفت بتاعك ده للساب علشان تعمل له اناليسز مثلا. في بلجنز بتضاف عشان تعمل رينفورسمنت، تسليح اوتو جنريتد، تعمل تسليح بكود مثلا الاوروبي، تعمل تسليح للمشروع بتاعك مره واحده، دي بلجنز بتضاف، وهكذا. دي بتضاف في التاب بتاع الادنز. بعد كده الموديفاي، الموديفاي ده اللي هو الجزء المتعلق بي اللي هو editing او تحرير المشروع بتاعك، ان انت مثلا عايز تعمل fillet، عايز تعمل move، عايز تعمل copy او paste او offset او mirror، اي حاجة ليها علاقة بالediting هتلاقيها في التاب بتاع الموديفيكيشن اللي هي modify. ده الجزء اللي هو ribbon. بعد كده تحت هنا هتلاقي فيه عندك اتنين تاب، floating tabs موجودة هنا، اللي هي ايه؟ اللي هو properties والproject browser. البروبرتيز دي اللي هي الجزء اللي بيقول لك فيه او ما تختار اي حاجه في المشروع بتاعك بيديك التفاصيل بتاعته. يعني مثلا انا مختار هنا اليفيشن، فبيديك تفاصيل الاليفيشن ده وتقدر تتحكم فيه، ده اكيد لازم هنستخدمه، ده من اهم التابس الموجوده اللي انت هتضطر تكون موجوده جنبك على طول هنا كده عشان تتحكم في المشروع بتاعك. وبعد كده في حاجه اسمها بروجكت براوزر، وده اللي احنا بتعمل نافيجيشن للمشروع بتاعك من خلال ان انت لو عملت سيكشن مثلا هتلاقيه موجود هنا، عملت 3D فيو، عملت اي شوت، اي عملت ريندر، اي حاجه عملتها كنافيجيشن للمشروع بتاعك هتلاقيها موجوده في الجزء ده. بعد كده نتكلم في اخر حاجه على موضوع الاليفيشنز. احنا اتكلمنا على ان دي عامل اللي هو النورث والساوث والايست والويست، اللي هي اتجاهات الاتجاهات الحقيقية اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب. دي اللي هي لو انت عاوز تدخل على اي elevation ممكن تدخله من هنا elevations، قلنا ان احنا بنعمل اي navigation من خلال التاب ده. بعد كده طبعا الخاصية الاهم في الريفت ان انت دايما بتتعامل مع حاجة اسمها levels. الليفلز ده هو الZ direction بتاع المشروع، يعني بما ان احنا شغالين 3D فانت اي حاجه بتعملها في 2D بيبقى لها اكستروجن في 3D. يعني انت مثلا لو افترضنا ان انا حطيت مثلا حيطه، رسمت حيطه من هنا، رسمت حيطه خرسانيه، فانت رسمت حاجه هنا في 2D، عايز تبص على 3D تدخل على 3D من هنا، 3D من هنا هتلاقي فيه الحيطه مرسومه بالشكل ده. وده الخاصيه بتاعه الليفلز، الليفلز دي اللي هي المستويات او المناسيب اللي انت عاوز تحددها عشان تعرف تتحكم في الارتفاعات بتاعه الحوائط، الاماكن اللي انت اشتغل عليها، ايه البلانز اللي انت عاوز تشتغل عليها بتكون موجوده بتشتغل عليها من خلال اللي هو الليفلز. كده احنا عملنا زي اوفر فيو كده على المشروع بتاعنا او الريفت شغال ازاي. ان شاء الله من الفيديو اللي جاي هنبدا نفتح الاوتوكاد ونعرف المشروع بتاعنا عباره عن ايه، بعد كده نبدأ ندخل في الريفت. ودمتم سالمين.